الفيديو اليوم قررت اسوي شيء خطير جدا وجديد بماينكرافت، برمجت السنارة بحيث انه كل ما يصعد مستوانا باللعبة الاشياء اللي نصيدها تكبر وتكبر وتصير اسطورية اكثر واكثر. راح نصيد اشياء كبيرة، اشياء صغيرة، اشياء غريبة. تابعوا الفيديو للنهاية حتى تعرفون الاشياء الاسطورية اللي راح نصيدها. وخلونا نبدي. نحن بالمستوى الاول من الصيد مالتنا، وهاي العملية راح تكون اسطورية بس ما عندنا طعم. اوكي شنو ولك هذا شنو هذا؟ ولك الطعم مالتنا بقرة؟ ولك انا ما عندي بقرة. عبسي مستحيل تحط بقرة على السنارة، يعني ما ادري. ولك عبسي ايش قاعد تقول انت؟ شلون تحط بقرة على السنارة؟ عبسي باوع هذا الشيء ولك هذا حط بقرة بالسنارة مالته. ولك عبسي هاي البقرة ايش راح نصيد بيها؟ ما ادري. ولكن يبدو انه الطعم مالتنا بقرة من البداية. اوكي الموضوع شكله خطير، ايش راح نصيد بهاي البقرة؟ ما ادري. اوكي عبسي اسحب السنارة مالته، خلينا نشوف هاي البقرة مالتك ايش راح تطلع. اوه اكيد راح نصيد شيء اسطوري، شيء اسطوري. دقيقة وياك هاي شيني هاي. ولك البقرة نكلت، البقرة نكلت. اوكي شوف الماي كل البقرة. ولك عبسة وين راس البقرة انصقب؟ ولك السواد بالبقرة. لا حول ولا قوة الا بالله. تعال عبسي تعال تعال، المفروض المستوى مالتنا. ولك تعال عبسي. ولك عبسي لا حول ولا قوة الا بالله. تعال حاليا احنا وصلنا للمستوى الثاني. بهذا المستوى ما لازم شو حنصيد شغلات اسطورية، ولكن معتمدين على البقرة مال عبسي اللي قاعد يصيد بيها. حتى البقرة اوه البقرة راحت. اوه اذا عبسي صاد شيء. ولك صيد عبوسي طلع لنا، خلينا نشوف. اوه خلص حبس. ولك هاي شنو؟ ولك عبوسي صاد 100. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك هذا شنو البيت؟ عبسي سال البيت مين اخوان؟ ولك ايش قاعد يصير هنا؟ مستحيل. ولك عبوسي هذا شنو البيت؟ ولك ولك تقدر تحطه؟ ولك ابوي هذا حطه للبيت. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك هذا كم بيت صدت عبوسي؟ ولك لا. ولك انت وين؟ ولك عبوسي هاي شنو؟ ولك هذا مخيف. دقيقة دقيقة. ولك اخوي هذا شنو هذا؟ هذا مستحيل هذا الصيد. عبسي شلون صدق بيت؟ صدق كذي هذا صدق بيت؟ والله ولك صدق بيت عبسي. ولك كرم ولك كرم. اوكي اذا المفروض انه راح نوصل لمستوى جديد، وراح تشوف بهذا المستوى الجديد ايش راح نصيد. اذا غيرنا المكان المشؤوم اللي كنا نصيد به انا وعبسي، وحاليا احنا ليفل 3، يعني اكيد راح نصيد شيء اسطوري. لا هالمره متاكد انه الشيء راح يكون لا عبوس خليك متفائل حبي، اكيد هسه راح نشيل نصيد شيء اسطوري. صدق شيء قوي. اوكي عبسي عبوسي صاد. اوه عبسي صاد شيء. عبسي صاد قندره. عبوس هاي صدق قوي. شو تصدت انه قندره؟ ولك ولا اخوي المفروض وحوش هسماك. لا حول ولا قوه الا بالله. بصبر انه صاد قندره. اوكي ممكن تعتقدون انه القندره شيء سيء، ولكن عبسي استخدمها استخدام جميل جدا. نعم عبسي حط القندره فوق راسه. ولك ايش قاعد تسوي؟ ولك جيب القندره. ولك تعال. ولك جيب القندره مال عالم ماي قندره مال سمك الوش. ولك تعال. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك تعال. ولك عبسي جيب القندره. ولك تعال. اذا وصلنا ليفل 10 اخوان، والمشكله والمصيبه انه بليفل 10 السناره صارت كبيره كلش، لذلك انا قاعد ابني هنا بيت. وعبسي الخبيث ذاك وياي يا ستار يا ربي هاي هنا، خل ابني هذا المكان واتخبى هنا لانه عبسي باع السناره مالته. ولك واقف واقف. لو ما بده يسمع لي ما بده يشوفني اخبي روحي. ولك هذا شو راح يصيد هالمره؟ ولك بعد سلامه مال عبسي صارت كلش كبيره. ما وصلنا الليفل 10 يا ترى عبسي شو راح يسوي؟ عبسي الخبل اكيد راح يروح يصيد شيء. شو راح يصيد هالمره؟ ما ادري يا ستار يا رب. ولك واخر بس وقت انا بقول لك خلنا ابني خلنا ابني، احنا ما لنا علاقه بعبسي ونحاول انه نتخبى يا ستار يا ربي. عبوسي اكو شيء هناك. ولك عبوسي صدق عبوسي والله عبوسي شو قاعد يشبي؟ ولك ولك لا حول ولا قوه الا بالله. ولك شنو عبوسي عبوسي صاد بقرة عملاقة. ولك عبسي ولك عبسي مصقب. ولك عبسي لحد الان صدد لك شغلة براسه حظ. ولك عبسي البقرة جاية وراي. ولك اخوي خبيني خبيني. ولك هذا النوم القرى فات ورانا. ولك ايش قاعد تصيد انت مصقب؟ ولك اشيل البقرة. ولك هاي بقرة عملاقة. ولك عبوسي ولك والله هاي البقرة ايش قاعد تسوي؟ ولك قاعد تاكل البقرة عبسي. هاي البقرة والله مشوهة شكلها. وصلنا اخوان للمستوى 20 ولكن الموضوع صعب. عبسي الخبل ماكو فوق البقرة وقاعد يقودها. يا ستار يا ربي يا ستار. هاي كل شوي يصيد الشغلة غريبة عبسي. الله يستر من الشغله الجايه اللي راح يصيدها بهذا المستوى. احنا في ليفل 20 اصدقائي، ولكن المشكله انه انا ما قاعد استخدم السناره لانه البرمجه مالتي راكضه. كل ما احط السناره الاشياء تختفي، ولكن عبسي موجود حتى يستخدم السناره. وين عبس الخبل؟ خلينا نشوف. هذا عبس الخبل. اوكي اذا عبسي موجود هنا احنا قاعد نستمتع. اذا احط السناره الاشياء عندي تختفي. ما ادري ليش عبسي اختفى. اوكي ولكن عبسي مسيطر بالسناره كبرت جدا جدا. وصلنا ليفل 20 ما ندري ايش راح يطلع. اكيد راح تبدا الاشياء الاسطوريه تطلع لانه حاليا كل اللي محصليه هو حرفيا قندره. اوكي ايش بيك عبوسي؟ شي عبوسي بيك ولك هذا حيني هذا الصيد تو لك.
ولك لا حول ولا قوة ولك هذا قاعد يكبر ولك شيل النار تكويش ابن ولك هذا ما عندنا يكبر ولك يضر ولك ولك حبسي ولك هذا كلش كبير ومصغر ولك لا حول ولا قوة الا بالله اذا هذا الليفل شكله ليفل تعبان ولك ويرمعت ولك اطلع اطلع لا كسر هاي السنارة مالتي هسه على راسك يا مصغر ولك هذا جاي وراني ولك هذا وين عفني راح ياته ياته ولك ايش بدي ايش بدي ولك هذا جاي علينا ولك ولك اخوي انت لو صيد قندره لو صيد كبير ولك شي جاك لا حول ولا قوة الا بالله ولك ارك اظهرك اضرب الموت ولك هذا بعد وراني الكبير اوكي اذا هذا الليفل والمستوى مستوى تعبان جدا نحاول انه ننتقل للمستوى اللي وراه اوكي اوكي لا تخاف اعتقد هذا الكبير عرفني ولكن على امل انه المستوى القادم ما راح يكون مستوى تعبان هيجي يا رب نحصل شغله براس ساحر اذا حاليا احنا بالمستوى 30 وصادف انه احنا جينا نصيد يم هاي القريه امس قبل ما نروح ولكن السيناريو مالتنا صارت كبيره جدا ولحد الان البرمجه مالتي جدا تعبانه لما احط السيناريو كل شيء يختفي عندي لذلك ندور على عبس والله عبس عنده السيناريو بس هالمرة اعتقد الاشياء راح تطلع اسطورية هسه تلقى عبسي قاعد يصيد هنا يم الشلة الله يعرف ولا هذا النو ولك عبسي لبس رقم من عبسي ولكن ندور على عبسي يوت عبسي والله حاط لي الكرسي والله كفو عليك عبوس اسطورة الاساطير هالمرة يريد يصيد لنا شغلة اسطورية اوكي السيناريو بدها تكبر وصلنا ليفل 30 اكيد راح تطلع شيء اسطوري حقيقة يعني والله العظيم الواحد مل يا اخي مطر اوو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 و
قاري واكو قاري هنا عبوسي اعتقد حان الوقت حتى نستخدم هاي الدبابة ونحط بهاي القرية. من سيدة وسادتي محدثكم ناري من داخل الدبابة وراح نحاول انه ندمر هاي القرية باستخدام الدبابة انا وعبسي. تنطلق الدبابة مالتنا وخلنا نشوف الدبابة مالتنا تضرب صار. هو هاك الدبابة تضرب صواريخ عبوسي. جيد ننطلق لهاي القرية انا وعبسي والوضع شكله مستتب. انا وعبسي طبعا عبسي في قيادة هاي الدبابة. ولك عبسي ولك وين المدينة؟ الصواريخ قاعد نضرب صواريخ على هاي القرية. تحطيم كامل اخوان تحطيم كامل. اول شيء اول مرة صيد شغلة براس احط الحمد لله والشكر. الدبابة الدبابة بقيادة عبسي. ولك عباسي ولك عب ولك هاي جاي صار الدبابة ولك اوقف. حطمنا القرية بالكامل. يا سلام على هاي الدبابة. الدبابة قامت تطير. الدبابة قلتشت. ولك عباسي اخوان الدبابة قلتشت. ولك قاعد يصير قاعد يصير اخوي. وقاعد بالمي. ولك ولك عبسي تعال. ولك وين عفتني. ولك عبسي مصخب اخوان. عبسي رايح الدبابة صارت غواصة. ولك عباسي الدبابة راح تنفجر. ولك انزل عباسي. إذن القرية تحطمت بالكامل. القرويين اللي هسه خطية قاعد يشيلون باثار هاي القرية. ولكن عبسي مع الأسف عبسي راح. يا الله ومع الأسف يعني اخوان شكرا لكم شكرا. نعم عبسي كان غلط ودمر قريتكم بهاي الدبابة مالته. وهذا هو قبر عبسي الله يرحمه. كان يحب القرويين كلش بس هو غلطه يعني اخوان. نسامحه لان هو بعد مات. الله يرحمك يا عبسي والله راح نشتاق لك. وهذا المقطع ما ادري شلون راح اكمله بلا يا عبسي. ولكن اخوان فلتعلموا انه عبسي كان يحب القرويين وهسه مات لذلك سامحوه. شيني هذا طلع من المي. نعم اخوان طلع بالسيوف. والاخوي اخوان صل على رسول الله. ولك كثر صخم ولك كثر مفروض ميت يرصخم. اخوان اسفين اخوان. لا لا قوة الا بالله. ولك سويت بالقرية عبسي. عبسي وصلنا الى المستوى 50. المستوى شكله اسطوري لانه السنارة صارت جدا جدا كبيرة. وصلنا هذا المكان الغريب ديش بوابة طايرة بالهواء عادية مال كرافت. هاي اصلا شاطحة. وهاي السنارة الكبيرة جدا بيد عبسي. سنارة المستوى 50 يا ترى اكيد ما راح يطلع لنا ام دبابة. اوكي حاول انه تلقى شيء براس حرب. عبسي راح يبدا بالصيد. يا ترى ايش راح يلقى عبسي؟ يا ستار يا ربي بسلام يلقى قندره ويفشن. اوكي عبوسي ايش لقيت؟ اكو شيء؟ اوكي عبسي صاد شيء. صاد عبسي. ولك يا ستار يا رب. ولك شنو هاي وخر؟ ولك عبسي. ولك هاي بطيخه هاي رقيه. ولك شنو هاي صايد انت؟ ولك تعال لا تقف مو دبابه. اذا يبدو انه عبسي سيداتي وسادتي صاد بطيخه عملاقه. اذا حطينا هاي البطيخه هنا. البعض راح يسالني ليش حطيتوا هاي البطيخه هنا انت وعبسي وشنو قصه هاي القناصات الشاليه؟ طبعا الموضوع راح يصير اخوان شويه موضوع راح يكون نوعا ما بي قناص. فالمهم عندنا واحد قبل بالسيرفر اسمه دعبول يفتر بالسيرفر ويجمع بطيخ. لذلك حطينا هاي البطيخه هنا قلنا نستخدمها احسن مما تروح هيك على القالب. وين لقيته؟ ولك لقيته؟ وينه جوه؟ اذا هذا دعبول اجي. دعبول عبال هاي البطيخه طبعا مجانيه لكن ما يدري من احنا واقفين هنا. خلينا نشوف دعبول. لا قوة الا خبل. ولك دعبول فوق خويا فوق احنا فوق. الله هذا خبل. دعبول خويا هاي البطيخه ترى فوق راح ننقذك بالقناص خويا دعبول. الله ايش بي هذا؟ ولك انه بشايل الكرك مالته. يلا عبوسي خلينا نجرب هذا القناص مالتنا. صارت ببجي.
ولك اوقف ولك ولك هذا شنو هذا ما يموت ولك قتلته قتلته والله قتلته ابو شنو بك اجرب بالقناص عليك تعال ولك لا تخاف ولك قصة الطلقات مالتي قصة لا حول ولا قوة الا بالله يبدو انه عمسي مات اوكي اذا خلينا نشوف المستوى القادم ايش راح يخبينا بالصيد اذا وصلنا للمستوى 70 المستوى خطير جدا السنارة راح تكون كبيرة جدا وخطيرة لذلك راح نستدعي الهيرو براين بنفسه حتى يسوي هاي المهمة وعملية استدعاء الهيرو براين عملية حقيقية 100% وبابي اي كذا بشوية لافا ريد ستونات وكم دايموند داي يلا عمسي حان الوقت حتى نستدعي الهيرو براين الخطير والمرعب كل شيء ماكو كل شيء ما يصير اوكي يبدو اوه بدا الثلج والهيرو لك هذا شنو هذا سعد براين ولك هذا احترق ولك طفيه طفيه ولك اخويا سعد براين ولك اخويا سعد براين طفي روحك ولك هذا شلون نطفيه ماي ماي كيتنا بالثلج ولك لا حول ولا قوه انا من هذا هيرو براين من باب الشيرجي ولك طفي روحك اخويا سعد براين اوه طفه طفه اوه يلا سوي لنا شيء يدل على النت ما شاء الله اوه 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 والله باوع طاير بالهواء مو قيمود والله يا سعد النت هيرو براين اسطوره تعال سعد براين هو اللي راح يستخدم سنارة ليفل 70 لانه السنارة راح تكون قوية وكبيرة فلازم واحد قوي مثل سعد الخبيل نعم هذا حتى اوه يا ستار يا ربي هو هاي سفينة هاي سفينة عبسي مو سنارة اوكي هسا اذا راح نشوف ايش راح يطلع لنا بهذا المستوى مستوى السنارة 70 اكيد راح يطلع شيء اسطوري شيء خرافي شيء راح يساعدنا انا وعبسي حتى نهزم لعبة ماينكرافت وهذا شيء هذا طلع لنا واردن واردن عملاق ويا سعدي ويا سعدي ولك اخويا سعدي شيرد ولك هذا وارد عملاق عبسي ولك شنو ولك يشرد يشرد ولك يشرد اخويا اخويا بالغلط والله بالغلط اخويا والله مو احنا جبناك ولك يا سعدي براين اللي صخب ولك هذا صوتي والله العظيم صوتي ولك اخويا عبسي ولك العقل ولك اركض لا حول ولا قوه الا بالله ولك هذا اليوم مال الخبل المجنون وصلنا للمستوى 90 هذا المستوى والمستوى قبل الاخير المفروض انه هو يكون خطير جدا وصعب جدا طبعا السناره مستوى 90 راح تكون سناره مصنوعه من اللافا لذلك الوحيد اللي يقدر يستحمل اللافا هنا هو ايرون جولم لذلك قررنا نجي لهاي القريه وهذا الايرون جولم مالتهم ابوسي ناوش لناوش لاثنين ايرون ثلاثة ايرون بل جن الله هاي اخويا راح نطيك فشوه هذا عبسي باع راح يعطيك ايرون وتعال وشيل لنا السناره اوكي وافق اذا هذا الايرون جولم هو اللي راح يشيل هاي السناره لان هاي السناره راح تكون كبيره جدا وسناره لافا اعتقد هذا الايرون جولم شوي قصير شوف قصير والله ما ادري لكن الوضع شكله شغال وهذا الايرون جولم شكله منطلق ويانا تعال خويا تعال تعال يا الله تعال اذا هاي السنارة سنارة المستوى 90 لازم تستخدم باللافا وهي اصلا سنارة لافا لذلك جبنا ايرون جولم لانه هو الوحيد اللي يقدر يستعمله وما جبنا سعد براين الخبل لانه سعد براين خبل اوكي اوقف وطلع السنارة اللي ولك وين رايح ولك اطلع ولك لا حول ولا ولك احترق ولك طفي ولك اخوي انت ايش بيكم انت كل شوي واحد محترق ولك اخوي طفي روحك طفي روحك ولك عبسي وحدك ما شيء انا بتحط له مي ولك طلع السنارة ولك ولك طفي روحك ولك هذا ولا طلع السنارة سنارة اللافا بس هو قاعد يحترق هذا راح يموت والاخوي اوه الحمد لله طفى 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 اوكي لا داعي للقلق الوضع مسيطر عليه راح يصيد المفروض راح يصيد شوف كل شيء ماكو كل شيء ماكو عبوسي اوكي نزل جوه اوه بدات الاشياء شنو هذا اوه قاست قاست اثنين قاست ثلاث اربعة خمسة ستة شنو هذا ولك هذا صاد ولك ولك تعال وين رايح والاخوي هذا صاد ولك اوه يبدو انه هو صاد 5000 مليون قاست عبوسي عبوسي اركض اركض نعم اخوان نعم ولك عبوسي هذا صاد هذا ولك كم شغله ما سحظ اليوم صدناها ماكو اذا هذا المستوى يبدو انه يطلع قاستات عملاقه اسمها قاستات النذر هاي القاستات اعتقد راح تجي تاكلنا او ما شافتنا ما ادري ولكن عبوسي يشرد ولك عبوسي هالقاستات تنتهي علينا ولك جاي علينا والله ولك يشرد عبوسي اخوان اخوان ولك عبوسي عبوسي شو السالفه لحد الان ما طلعنا شغله ما سحظ الله يستر من المستوى الاخير هذول بعدهم ورانا لو عافونا اذا وصلنا للمستوى الاخير المستوى 100 الان مثل ما حتشاهدون احنا بالان طبعا راح نحاول انه نصيد شيء اسطوري شنو هاي ولك هذا وين التنين وين هذا البركل كان المفروض تكون هنا لا حول ولا قوه الا بالله وين راحت اوكي ودقيقه هاي البركه انحطت واحد سعدي براين ولك وراك اخوي وراك اخوي سعدي سعدي انت براين انت هذا من مختار عليه براين اخوي نبيل عبيد ولك هو يا سعدي سعدي ركز ركز وانا السنارة اوه سنارة ليفل 100 ولا اخوي هاي مو سنارة ولك هذا شنو هذا ايش راح تصيد سعدي اخوي حود انت حول ولا قوة الا بالله يا ترى هاي السنارة ايش راح تطلع انا ما دام شفت سعدي واعرف ان هي مصيبة عبوسي اوكي سعدي دي يحاول يدخل بهاي البوابة اللي هو حطها اول ما جينا سعدي اختفى اخوي هذا سعدي راح ولك هذا وين راح سعدي ولك سعدي المصخم ولك سعدي راح عبوسي ولك هذا يمكن فات بهاي البوابة شوف الله تعال تعال اخوي ما تشيك لنا البوابة ولك موجود سعدي والله سعدي راح سعدي
الله يا سعد، من يوم شفتك ما شفت الخير. والاخوي سعد شكله اخذ السناره وشرد بيه، بس هو المفروض صاد شيء، يعني المفروض هذا المستوى الاخير، فاكيد يعني المفروض انه يطلع شيء اخوان منا. انا ابدو انه ما ادري. ابوسي ولك ابوسي ولك ايرن ولك يا سعد المصخب، ولك لا بارك الله فيك سعد المصخب واللي بالاختراك وحطك باللعبه، ولك اخوي هذا شنو هذا سعد الصوت المصخب، انا اقول ليش طفر سعدي ابي يا سعد عرف بالفيلم، ولك اخوي هذا شنو هذا اخوي، ولك هذا حوت هذا تنين، ولك هذا شنو هذا، ولك هذا شنو هذا، ولك عبوس اخوي بلاها السالفه الراقضه اخوي دذي بروحك اخوي اخوان لك واشتراك.